مسمار، إذا زومت إلى 10 مرات راح تقدر تشوف مثل شعرة. هذه شعرة بني آدم عادي، يعني شعرة عادية ما فيها شيء. هني دشينا إحنا الخط الأخضر يوضح لك 2 مليمتر، اللي هو أقل من السنتيمتر. لما تزوم زيادة راح تبدأ تشوف حشرات. الحشرات هذه اسمها دست مايت. الدست مايت هذولي اللي يكونون موجودين في الفراش، ويكونوا موجودين في الزولية مثلا، وهذا اللي تسبب حساسية عند بعض الناس. هني كبرنا 100 مرة ووصلنا إلى 200 مايكرومتر، الخط الأخضر هذا 200 مايكرومتر. قاعد نزوم زيادة، الحين راح نشوف الكرة الخضراء. الكرة الخضراء هذه هي عبارة عن حبوب اللقاح، اللي هي هم في ناس عندهم حساسية من حبوب اللقاح، اللي يقول لك بالربيع أنا أحس بحساسية، هذه منها. هني دشينا كبرنا 1000 مرة وصلنا 20 مايكرومتر. الكرة البنفسجية اللي تشوفونها هذه، هذه كريات الدم البيضاء، وهذه سلاحنا الأول ضد الانفكشنز وضد البكتيريا والفيروسات. هني الدسكات الحمر هذه كريات الدم الحمراء، وبعدين الدائرة البيضاء هذه البيكري ييست أو الخميرة اللي نخبز فيها. هني دشينا إلى 2 مايكرومتر، وهذا عالم البكتيريا. الحين احنا في عالم البكتيريا، الاخضر هذا اللي تشوفونه هذه ايكولاي، والصفرة هذه ستافيلوكوكس بكتيريا، 2 من انواع البكتيريا. الخضرة هذه موجودة طبيعيا في الامعاء. هني كبرنا 100,000 مرة ودشينا الى عالم النانومتر، اللي هو اقل من المايكرومتر، وهني تشوف اول فيروس. هذا اكبر فيروس اسمه إيبولا، هو اللي سبب مرض الإيبولا في أفريقيا. إذا زومنا زيادة راح نشوف الحبوب هذه الصغار، وسبحان الله هذه احنا الحين ندش في عالم 20 نانومتر، بعد ما كبرنا 1,000,000 مرة. هذا تقريبا حجم فيروس الكورونا اللي احنا قاعد نحاربه. فسبحان الله هذا الشيء الصغير اللي هو أصلا مو كائن حي هو اللي مسبب المشاكل هذه كلها. إذا أصبت فهذا من الله، وإذا أخطأت فهذا قصور مني، ويعطيكم العافية.